الرئيس السيسي يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم على مستوى العالم بعد افتتاحها. الرئيس السيسي يوجه بإنهاء التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر. رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي الذي يزور القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. التاسعة مساء السابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد. أهلا بك ندى، شكرا جزيلا، أسعدتم أوقاتا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد افتتاحها، حيث استمع الرئيس إلى شرح حول منظومة المراقبة والتشغيل والتحكم للمحطة التي تشغل آليا باستخدام أحدث أنظمة المراقبة والتشغيل والتحكم لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية والعالمية ولتجنب حدوث أي أخطاء بشرية في التشغيل. كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح حول كيفية ومراحل معالجة المياه في المحطة. كما افتتح الرئيس السيسي عددا من محطات معالجة وتحلية المياه عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث افتتح محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 15000 متر مكعب مياه ومحطات التحلية بأوزنبة ودهب ورأس سدر. كما افتتح الرئيس السيسي محطة رفع مياه شادر عزام بطاقة 400000 متر مكعب ومحطة السلام الرئيسية الجديدة بطاقة 5,600,000 متر مكعب. وقد أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسابق الزمن لتحديث وتطوير واستعادة كفاءة منشآتها المائية. وخلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، شدد الرئيس على أن الدولة لن تقبل بالتعدي على الأراضي الزراعية أو الترع أو منشآت الري. احنا كدولة بنحاول ان احنا نسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة منشآتنا المائية بالكامل. يعني كان النهارده الصور اللي انتم شفتوها ديت اللي خاصه بشكل الترع وحالها، ده كان بيأثر على حال الناس، يعني كان بيخلي الناس مش قادره تستفيد بالميه ويمكن الزراعات بتاعتها بتتأثر وكلام من هذا القبيل. اذا الدوله بتقوم بدور، وكمان المواطنين عليهم دور والتزام. الدوله بتقوم بدور ايه؟ ان هي احنا فعلا يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، لو انتم النهارده كحكومه رجعتم الاجراءات اللي اتعملت خلال ال7 سنين دكتور مصطفى في كافه القطاعات والمجالات وقلتوا ان ده كان تطوير محتمل لغايه 2052، انا اتصور ان احنا قطعنا طبقا للمعدلات اللي تم تنفيذها خلال المده ديت. المفروض ان الكلام ده يتعمل في ال 20-30 سنة الجايين، حاجات كتير منها، لكن احنا قلنا ان احنا كنا متأخرين كتير، وبالتالي لابد ان احنا نتحرك بمعدلات أسرع وأعمق بكتير مما كنا، حتى لو كان التخطيط كان ممكن يتلبى على لغاية 52 أو كده. وبالتالي انتوا كمان كمصريين محتاجين تساعدونا. أنا بتكلم مش بقول لك على منشآت، انت تعديت على منشآت خاصة يعني حكومية، منشآت خاصة بالناس. لما تيجي تقول النهاردة حاجة زي رشيد كنا بنتكلم في 80 مليون مية بتعدي تبقى 30 مليون، طب ما ده هتبقى هيبقى ليها تأثير على حجم المية الواصل للناس اللي بتزرع من الرفد ده أو من الفرع ده، ونفس الكلام لدمياط. إذن فكرة ان احنا كمواطنين نتعدى على ده وكحكومة تسكت على ده أمر مش ممكن إن احنا نقبله. كما وجه الرئيس السيسي أجهزة الدولة بإنهاء التعديات على المنشآت والمجاري المائية خلال 6 أشهر، مضيفا أن ما يتم تنفيذه في مصر من مشروعات يفوق الخيال. كل التعدي اللي على المنشآت بتاعت الجسور بتاعت الترع أو منشآت الري، لا لا لا، ده وزارة الداخلية مع المحافظة والأوقات المسلحة محتاجين
كل الكلام ده لازم خلال 6 شهور اخد تمام انه تشال. احنا مش هنتحايل على حد. هو حد يغتصب ارض الدولة ونقول عشان خاطر اصل مصلحتهم، اصل هم حياتهم مهددة بالخطر؟ هو انت تاخد ارض الدولة وتحايل عليك؟ وزارة الداخلية، ولو الامر تطلب القوات المسلحة، كل التعديات اللي اتعملت خلال 20-30 سنة اللي فاتوا يتشالوا واخد التمام خلال 6 شهور، زي ما انا بعمل تبطين للترع وبعمل اجراءات فوق الخيال، فوق الخيال. وانا عارف انا بقول ايه، اللي بيتعمل في مصر ده فوق الخيال. يبقى انا كمان مش هقبل ان حد يتعدى على قدراتنا وعلى اللي احنا بنعمله عشان نحسن احوال الناس. المحافظ اللي موجود سواء كان تعدي على اراضي زراعيه او تعدي على منشآت جسور وكلام من هذا القبيل، لا ده كلام مش مقبول دلوقتي. كان ممكن يبقى مقبول قبل كده، لكن دلوقتي يا جماعه مش مقبول. حد يقول لي انت زعلان، اقول لك لا انا خايف عليكم. بقول لك النهارده كان هنا بيعدي 80 مليون متر ميه بيكفوا الناس تروي بشكل كويس، لما يبقى 30 مليون يبقى معناه ايه؟ ليه؟ عشان ايه بنعمل كده في نفسينا؟ عشان ما فيش حد سواء. وبرده ما تزعلش يا دكتور محمد بقى، ما انتوا كنتوا قاعدين بتعملوا ايه السنين اللي فاتت؟ مش كده ولا يا دكتور مصطفى؟ مش اللي بيتابع الكلام دوت هو وزاره الري ولا ايه؟ بالاضافه للمحافظه، بالاضافه لمدير الامن اللي موجود. لا لا، 6 شهور ولاقي الجسور دي متظبطه زي الكتاب ما بيقول. كما حدد الرئيس السيسي مجموعه من الاجراءات لوقف التعديات ضد الاراضي الزراعيه او الترع او الجسور، من بينها وقف الدعم المقدم من الحكومه عن المخالفين. انا هيبقى من ضمن الاجراءات اللي بعملها حتى استعاده او انهاء التعدي وقف كل الدعم اللي بتقدمه الحكومة من خبز وتموين وأي حاجة تانية لأي حد يخالف. أنا بقولها لكم لكل المصريين، اللي هيتعدى ويعمل إجراء مش مظبوط على أراضي زراعية أو على ترع ومصارف، يوقف الدعم اللي بيقدم له من جانب الحكومة لغاية ما التعدي ده ينتهي تماما. زي ما احنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نخلي حياة كريمة للناس، والدولة بتجري بمنتهى القوة عشان تسعد الناس كلها، هيبقى مش مقبول ان يطلع حد من عندنا يتعدى ويتجاوز. 6 شهور يا دكتور مصطفى، واخد شهر بشهر الإجراءات اللي اتعملت. وأضاف الرئيس السيسي أن تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه، مضيفا أن الحكومة لن تحمل هذه التكلفة على المزارعين، وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية. الترع ما هيبقى لها 200 سنة كده، مش كده؟ طب نبطنها ليه؟ وادفع 60-70-80 مليار جنيه في تبطين ال 20-30 ألف كيلو من الترع. بعملها عشان الكلام اللي بيقوله المعالي وزير الزراعة، إن في شغال في القطاع ده عدد كبير جدا من سكان مصر، وكمان ده أمن قومي، لأن هو في النهاية المحاصيل اللي بتنتج في مصر يا اما تكفينا يا اما نضطر نكمل من بره. نكمل من بره يبقى بنستورد، نستورد يبقى بالدولار، دولار يبقى عبء على مواردنا من الدولار. وكمان تشغيل، انا عندي ناس بتشتغل، لما تعدى على ارض زراعيه او تبور مني الارض الزراعيه نتيجه نقص الميه، نقص الميه هنا مش لان الميه المقررة ليا هتقل، لا، ميتنا مفيش كلام فيها، لكن انا بتكلم ان احنا نحسن جودة وكفاءة النظم بتاعت المية اللي موجودة عندنا او الري اللي موجودة عندنا. هنا بقى لما نيجي نتكلم على 80 مليار لتبطين الترع، هل الدولة هتاخد من المزارعين بشكل مباشر او غير مباشر التمن ده؟ لا خالص، ده معمول عشان يحسن الناس اللي كانت بتقول الميه ما بتوصلناش، يا دوبك على اخر الترعه قبلها بكيلو ولا اتنين الميه جينا فتره قليله جدا، والارض الزراعيه ما بتشربش كويس، وبالتالي
انتاجها هيبقى ضعيف. طب ما هو لما يبقى انتاجها ضعيف يبقى الراجل ده او الاسره دي او اللي شغالين في الاراضي ديت هيخسروا. كما شدد الرئيس السيسي على عدم وجود اي خصومه بينه وبين اي شخص، مؤكدا ان الخصومه مع الباطل والشر والتعدي. وقد اوضح الرئيس السيسي ان البلاد لا تبنى الا بالجديه والالتزام. انا بقول الكلام ده هنا لينا ليه؟ سواء كان للتبطين او لنظم الراي الحديثه، وعشان ان انتم تحطوا ايديكم معانا، لانها مصلحه واحده، مصلحه وطن، مصلحه وطن، مصلحه بلد. احنا بنسعى للمصلحه دي، ان احنا بلدنا تبقى تاخد مكان افضل من اللي هي كانت موجوده فيه، وبالتالي اي ممارسات سلبيه مش هتبقى مقبوله. واذا كانت مقبوله قبل كده او الناس كانت بتغض الطرف عليه قبل كده، انا ما بعرفش اعمل كده، ما بعرفش اطنش. لو كنت بعرف اطنش كنت طنشت 2011 و12 و13 وسبت البلد دي للمجهول. وبقول كده لكل مسؤول في مصر وكل محافظ وكل مدير امن وكل مسؤول في مصر، لو سمحت ما تسكتش على الغلط، ما تسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي، مش عشان حد تاني. أنا مفيش بيني وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، أنا عندي كده. وأي حد تاني برضو بقول عشان تبقى الناس واضحة، يقول لك أنت ليه بتحط نفسك في المجالات دي؟ ما تسيبهم هم. وزير الري يقول، وزير الزراعة يقول، طب حتى كمان من دولة الرئيس، وانت خليك جميل، خليك حلو يعني، مش كده؟ لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. البلاد ما بتجيش بالدلع، البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام. ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكده، حتى لو احنا بنمارس حاجات خطأ، نبقى عارف ان انا بعمل ده غلط وهتحاسب عليه. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالي 500,000 فدان في سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه، مؤكدا أن ذلك بحاجة إلى إقامة شبكة من الطرق والترع والكهرباء ونظم الري الحديثة وبناء مساكن للعاملين. هنعالج المياه ليه؟ هنعالج المياه عشان نستخدمها، مش كده؟ فعشان نستخدمها المياه اللي هتقدر تطلع، اللي هتطلع من المعالجة دي تكفي اللي هم زي ما قال يمكن وزير الري وزير الزراعة حوالي 500,000 فدان. وخلينا أقول رقم ممكن الناس تحفظه، فيعني مش هتقيد كتير بال 476,000، هقول 500,000 فدان. طيب يمكن كتير من اللي بيسمعوني يقول لك 500,000 فدان عشان توصل انك انت تزرعهم تصرف 160 مليار، مش كده؟ صحيح، رقم كبير قوي. بس عايز اقول لكم، عرفتوا ليه احنا بنتألم لما بنلاقي في تعدي على الاراضي الزراعيه؟ لما يكون انت النهارده تتعدوا مثلا في خلال 7-8-10 سنين تاخدوا 700-800,000 فدان، ده احنا عشان نعمل نص مليون فدان جداد داخلين في 160 مليار جنيه. انا بقول كده عشان تبقى الامور واضحه. طب هو واللواء هاب لما يجي يتكلم في تفاصيل المشروع ده كله، الجزء الاولاني هيبقى مشروعه واضح وحتى الجزء الثاني، بس لازم تعرفوا ان انا عشان اوصل لل 476 او ال 500,000 فدان دول عايز شبكه طرق، وعايز شبكه ري، وعايز شبكه كهرباء، وعايز نظم ري حديثه، وعايز انشاءات للناس اللي هتعيش على الكلام ده. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الارهاب في سيناء يستهدف ايقاف اعمال البناء والتنميه، مؤكدا ان سيناء الان اصبحت تضم تنميه حقيقيه وان القوات المسلحه هي المسؤوله عن تامين المشروعات التي تنفذ هناك، مشيرا إلى أن الحرب الآن حربان، حرب ضد الإرهاب وحرب للبناء والتنمية. أنا بس عايز أوضح للناس اللي بتتفرج علينا هنا، لما بنقول إن أنت عايز تنقل المية ديت أكتر من 100 كيلو، شوف العمل الهندسي والمنشآت والمواد اللي داخلة في نقل المية ديت عشان توصل إلى الأماكن اللي هيتم زراعتها، اللي أنا بقول عليها شبكة نقل المية أو شبكة الري إن شئتم إن أنتم تسموها كده. بصوا حضراتكم عشان يعمل الكلام دوت بيتعمل ما يقرأ زي نفق بشكل أو بآخر، ترعة تانية
بتتحط فيها المواسير بالشكل اللي انتم شايفينه، وبعدين تتأمن كويس قوي، وبعدين تتردم، وبعد كده الميه توصل. انتوا عرفتوا ليه الارهاب في سينا؟ عرفتوا ليه؟ عشان ده ما يتعملش، عشان تفضل كده. الحرب حربين، حرب ضد الارهاب وحرب البناء. انا جبت الصوره دي لان دول 8 مواسير، 8 مواسير، 8 مواسير. بعد كده بيبقوا 3 و2 حسب من حركه الارض. كل ده تكلفه بالمليارات، عشان في الاخر نقدر نقول ان سينا بقت فيها تنميه حقيقيه. طب وانا بقول لكم الكلام دوت، القوات المسلحه مسؤوله عن تامين الاعمال دي، لان الارهابيين مش عايزين. وجدد الرئيس السيسي دعوته للمستثمرين للاستثمار والدخول في استغلال الأراضي الزراعية الجديدة، مؤكدا أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعاتها على أكمل وجه. عشان بس الناس بتقول ليه الدولة بتتصدى؟ الدولة بتتصدى عشان توفر، وعشان تشجع، وعشان تحقق التنمية المطلوبة، وعشان ده دورها. لكن احنا دورنا كمواطنين بقى، هل الشركات الكبيرة مستعدة تيجي تخش؟ عشان بس ما حدش يبقى متصور ان احنا بنعمل ده ومش عايزين نتيحه. اي مشروع من اللي احنا بنعمله ده، احنا بنتمنى ان القطاع الخاص والمستثمرين يجوا يعملوا ويشتغلوا فيهم. ياخد 10,000 فدان، ياخد 20,000، 30,000، زي ما عايز، ويزرع، البلد تستفيد، وناس تشتغل، ويبقى في حياة. احنا مستهدفين ضمن المشروع دوت ان يبقى فيه على مسطح ال 500,000 فدان دول قرى ومدن متخططه ان احنا نعملها دكتور مصطفى. واحنا مستعدين نعمل، واللي بنعمله بصراحه بنعمله اخر ما توصل اليه التخطيط والعلم في بناء وانشاء القرى والمنشآت الزراعيه. يعني مفيش حاجه بتتعمل هنا يعني نص نص. عبر الهاتف لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس. دكتور أحمد، في البداية أرحب بك على شاشة إكسترا نيوز. الكثير من الرسائل يمكن كان أبرزها موجه لقطاع الزراعي والري. قرارات حاسمة لوقف التعديات، السيد الرئيس تحدث عن الدور المنوط به المواطن. يمكن سؤالي لحضرتك متعلق بحدود المردود المنتظر من هذه القرارات، وأيضا الدور المنوط به المواطن في هذا التوقيت. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، سياده الرئيس ادى رساله هامه وضروريه، ان هي ان احنا في ظاهره سلبيه خاصه بالتعدي على اساسيات الزراعه اللي هي المي. فكل المحاول بتخص من المياه، واحنا شايفين المشاريع القوميه اللي بتخص بتطوير الري، بدءا من تطوير وتبطين الترع وايجاد مسارات للمياه جديده، والاهتمام بمشاريع اعاده تدوير استخدام المياه. احنا بنشوف النهارده مشروع بيتكلف ما يقرب من 160 مليار جنيه.
إضافة نصف مليون فدان جديدة للرقعة المصرية في أرضنا الغالية فينا. إحنا الكلام ده بيخلينا إحنا سيادة الرئيس لسه كان في المؤتمر الخاص بالأمم المتحدة من 4 أيام بنتكلم على أن مصر أصبحت تهدف لسياسة خاصة يطلق عليها استدامة الغذاء. نعم. استدامة الغذاء يعني أن هناك غذاء يتوفر للجيل الحالي والأجيال القادمة. فمن يجور على هذه الأراضي سواء بتعديات على أراضي زراعية أو بالتعديات على المجاري المائية وكل ما له علاقة بمرافق الري، ده أنت كده بتغتصب حقوق أجيال قادمة وبتعتدي عليها، وفي نفس الوقت أنه لا لا لا, لا ما فيش عذر خلاص. النهاردة سياسة الرئيس أن إقامة مجمعات سكنية في كل المحافظات. نعم. طيب دكتور أحمد، دعني أتناقش معك في نقطة أخرى متعلقة بالمستثمرين. دعوة السيد الرئيس اليوم للقطاع الخاص للمستثمرين للاستثمار في الأراضي الزراعية، حدود الفارق يمكن اللي سوف يحدث في هذا القطاع بدخول مستثمرين وأيضا القطاع الخاص؟ نعم. النهاردة المستثمر كان زمان عشان يروح يستصلح في أرض زراعية ويزرعها كان بيضطر ساعات يعمل هو البنية التحتية للأرض، وكان هذا الكلام بيكلفه كتير، فكان بيبص لها من منظور أنا هدفع كام وأحصل كام. النهاردة الدولة خدت على عاتقها إن هي اللي بتقوم بترفيق الأرض وإيجاد مجاري مائية وإيجاد مياه نظيفة زي ما احنا شوفنا في محطة المعالجة والبنية التحتية ومحطات الرفع اللي سيادة الرئيس اتكلم عنها النهاردة في اللقاء. كل الكلام ده بيكلف مليار. النهاردة المستثمر اللي هيروح لأرض جاهزة على الزراعة، وبناء عليه اللي هيستثمره في الأرض دي هيبقى العائد من هذا الاستثمار عائد سريع. نفس الكلام سواء للأفراد أو سواء للمستثمرين، أصبح المشروع هناك الدولة الآن بتخلق بنية تحتية من بدءا من الطرق اللي احنا شفناها وكل ما هو من تطوير فيها لإيجاد مصدر دائم ونظيف لمياه وبنية تحتية بمحطات رفع خلاص. هيجي يستثمر، وبعد كده جنب الاستثمار الزراعي ده هيبقى فيه صناعة قائمة على الزراعة، ويبقى مشروع تنموي شامل سواء لأهل سيناء العزيزة أو سواء لمستثمر من داخل المحافظات الأخرى. ويبقى الدور الأهم هو المنوط به ربما المواطن دكتور أحمد بوقف هذه التعديات لمساندة الدولة في تحقيق ما تتحدث عنه أو ما تحدث عنه أيضا السيد الرئيس، وهو استدامة الغذاء. على كل حال دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر الهاتف. ومشاهدينا الكرام، نشرة التاسعة مستمرة بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مطار القاهرة الدولي نائب رئيس البرازيل هاملتون أنطونيو موراو، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للمسؤول البرازيلي. وقد وصل نائب رئيس البرازيل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، سيعقد خلالها جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما يحضر نائب الرئيس البرازيلي خلال زيارته عددا من الفعاليات والاجتماعات الأخرى. أشاد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والكويت، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وخلال لقائه مع مدير عام الصندوق مروان الغانم، توجه مدبولي بالشكر للصندوق على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر وبصفة خاصة برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التنمية والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت بالفعل في تغيير وجه الحياة في شبه جزيرة سيناء.
نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعي هرقل 21، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس في اليونان. نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعي هرقل 21، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان. وقد شهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي. فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وتنفيذ أعمال الإغارة. يأتي التدريب هرقل 21 في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجال عمل القوات الخاصة، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب. تواصل وزارة الداخلية تفعيل مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمكتبات في جميع أنحاء الجمهورية. تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية في 9 من الشهر الجاري لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، إلا وتشهد المكتبات والأفرع والمنافذ والسلاسل التجارية والشوادر المشاركة فيها إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور للاستفادة من التخفيضات التي تصل نسبتها إلى 30%، وهو ما يخفف عنهم أعباء تزداد عليهم مع بداية العام الدراسي الجديد. مجرد المواطن ما بيشوف كلمة مبادرة كلنا واحد بيخش وهو ثقة ان هو ياخد اسعار مخفضة جدا، خامات كويسة جدا، خدمات متميزة مش هيلاقيها في اي مكان تاني. المبادرة عملت تخفيض كتير قوي، واكتر من مرة نشترك في المبادرة دي وكانت كويسة جدا بالنسبة للمستهلك. جودة المعروض هنا لا تقل عن مثيلاتها خارج إطار المبادرة إن لم تكن أفضل، وتتسم بالوفرة مع تأكيد من خلال الملصقات على التخفيضات ونسبتها، ورغبة من وزارة الداخلية على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. تم وضع أسماء وعناوين المكتبات والسلاسل التجارية والشوادر والمنافذ المشاركة فيها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، والتي بلغت 713 فرعاً ومنفذاً وسرادقاً. جيت علشان اشوف واتسوق واشوف حاجه المدرسه، بس الاسعار حلوه جدا على قد متناول الناس. بدره بسم الله ما شاء الله اسعارها رخيصه وكويسه وفيها تخفيضات 30%. بجد والله حاجات حلوه ومكركات كويسه وحاجات فعلا رخيصه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. وقد جاء إطلاق وزارة الداخلية لهذه المبادرة في هذا التوقيت
الذي يشهد زيادة في الأعباء الإضافية على الأسر المصرية لتوفير مستلزمات أبنائهم المدرسية، من منطلق حرص الوزارة على دعم ومساندة تلك الأسر وتخفيف الأعباء عنهم في ظل توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وهو ما أشاد به المواطنون. لما جيت المكتبات حسيت بفرق في الأسعار، يعني حتى التفاصيل الصغيره والحاجات الصغيره في فروقات في الاسعار كويسه. الحقيقه انا كنت جاي متوقع النهارده ان انا هدفع اكتر من كده، بس ولقيت ان الاسعار فيها خصم كبير، فانا بشكر وزاره الداخليه على اهتمامها باولياء الامور وعلى اهتمامها بينا في بدايه الدراسه. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد حبك علينا بلد. المبادره متواصله على مدار شهر كامل وفي كل محافظات الجمهوريه، حتى يتسنى للمواطنين الحصول على كافة احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبالتخفيضات المعلنة. فوزارة الداخلية مستمرة في دعمها للمواطنين في كافة المناسبات، ومستمرة في إطلاق مزيد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تساندهم دائماً. أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من حقن 26 طفلاً بالعلاج الجيني بعد تشخيص إصابتهم بالضمور العضلي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضى الضمور العضلي. أوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أنه جرى استقبال أكثر من 6000 حالة بالعيادات التي خصصت لاستقبال المصابين، مشيرة إلى تشخيص 281 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة. تواصل مراكز تجميع البلازما استقبال المواطنين ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. للمرة الثانية يقدم أحمد أيمن إلى مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة، وذلك للتبرع بالدم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والتي انطلقت في يوليو الماضي. هو أكبر حافز بالنسبة لي هو مبادرة السيد الرئيس والدعاية والإعلام اللي احنا سمعناه في التلفزيون بخصوص التبرع بالبلازما، وده مشروع قومي هيفيد مصر كلها، وإن شاء الله في مصنع بيتعمل، فإحنا محتاجين أكبر عدد ممكن من الناس أنها تتبرع. بعرفه على الجهاز بيشتغل إزاي، وبفتح قدامه المستهلك اللي هو المفروض بيدخل جواه الدم بتاعه، أن الدم بيدخل ويرجع تاني الجسم. إحنا بناخد الجهاز ده بيفصل البلازما وبيرجع كرات دم الحمراء تاني لجسمه. فمعظم الناس بتخاف من الموضوع ده وبتقلق من موضوع العدوى وبتقلق. انا بفتح كل حاجه قدامه، والجهاز نفسه ما بيبقاش فيه حاجه بتدخل جواه، يعني ما فيش دم بيدخل جوه الجهاز، المستهلك كله خارجي قدامه، هو شايفه بعينه وبيتعدم قدامه بعد ما بيخلص. عمليه التبرع بالبلازما تاتي بما يضمن الحفاظ على صحه وسلامه المتبرعين، حيث يتم سحب كميه من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما واعاده كرات الدم الحمراء الى الجسم مره اخرى عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد. المركز كنا حريصين من الأول جدا كل الناس القائمين على المشروع من الأول خالص أن كل الأجهزة تكون من أحدث النماذج يعني اللي موجودة على مستوى العالم، دي أكتر حاجة حديثة نازلة اللي هي اللي بنستخدمها في التبرع، بالإضافة طبعاً إن إحنا كل المعدات بتاعتنا من اللي هي ذات الاستخدام الواحد، يعني كل متبرع لما بيجي يتبرع كل الحاجات اللي بنستخدمها معاه بتبقى خاصة بيه، وبعد هو ما بيتبرع بيها بيتم التخلص منها بالطرق الصحيحة طبعاً للطرق مكافحة العدوى. وطبعاً عندنا كمان كل الإجراءات الاحترازية، يعني بنقيس الحرارة، طبعاً الماسكات والكحول والحاجات متوفرة، والمسافات بين الناس طبعاً، كل الحاجات اللي نقدر نحافظ بيها على صحة المتبرعين. استقبال المتبرعين يستمر في 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى الجمهورية، على أن يكون التبرع الدائم لمن أراد بالبلازما
يتم مرة كل أسبوعين، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. صحيا أيضا، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقي لقاحات مضادة لفيروس كورونا ب1100 مركز تطعيم على مستوى محافظات الجمهورية ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة ومديري المستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية. أكدت الوزيرة إتاحة التسجيل وتلقي اللقاح لطلبة الجامعات ب270 مركز شباب على مستوى الجمهورية ضمن 1100 مركز جرى تخصيصها. كما أعلنت إرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل لطلبة الجامعات. وجهت الوزيرة بسرعة إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعرف على موقف تلقي اللقاح لاستخدامه في أماكن العمل والباقي المؤسسات. تواصل الدولة جهودها لمواجهة فيروس كورونا وتوفير العديد من أنواع اللقاحات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر تبذل جهودا كبيرة في إطار مساعيها القوية لمواجهة جائحة كورونا، حيث وضعت الخطط والاستراتيجيات الشاملة التي مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة. فقد سارعت الخطى من أجل توفير اللقاحات المختلفة التي ثبتت فاعليتها لتطلق حملة وطنية للتطعيم، هذا إلى جانب تبني استراتيجية تصنيع اللقاح المصري ورفع كفاءة المؤسسات الطبية لتوفير معامل لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية لكل المواطنين والمسافرين بالمجان. ضوابط بالنسبة للمسافرين بتكون لازم وجود أي مستندات تثبت السفر زي تأشيرة أو يعني رغبة في زيارة أو في دراسة منحة دراسية أو للعلاج. بالنسبة للمواطنين العاديين الرسالة طبعا الموجهة طبعا لأرض المعارض إن هم بيدخلوا بيها، وعلى أساسها بيتم تحديد نوع اللقاح المناسب عن طريق الموافقة المستنيرة بالأسئلة عن الحلقة الصحية وتحديد النوع المناسب من اللقاحات. هي خطوات بسيطة بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، بعدها تصل إلى المواطن رسالة مسجل بها ميعاد تلقي جرعته الأولى في أقرب مركز طبي يمكنه الوصول إليه لتلقي أحد أهم خدمات وزارة الصحة التي تعمل على توفير الرعاية الطبية المثلى لكل المواطنين. لازم اللي يتوجه هنا عندنا دايما بيبقى معاه رساله، وده بيبتدي الاول من بره في الاستقبال اللي بره بيتوجه بالرساله بتاعته، بيبتدي ياخد رقم، بيبتدي يتوجه لبوابات الامن، الامن بيبتدي يشوف الرساله برضو تاكيد زياده، وبعدين بيبتدي يتوجه للعياده اللي هو متوجه ليها، هل هو جاي جرعه اولى ولا جاي جرعه تانية، هل هو مسافرين ولا تسجيل عادي خالص. عندنا التطعيمات المسافرين هي جونسون، وعندنا التطعيمات العادية أسترازينيكا جرعة أولى وساينوفاك جرعة أولى. على حسب بقى حالة المواطن، فمثلا ممكن الساينوفاك يكون مناسب أكتر للحالات اللي هي عندها أمراض مزمنة، ممكن يكون برضو مناسب للناس اللي هم يعني مثلا سنهم كبير عندهم أمراض مزمنة. الأسترازينيكا ممكن يكون مناسب أكتر للشباب والناس اللي هم الحالة الصحية العامة بتاعتهم أفضل شوية. وضعت مصر خلال السنوات الأخيرة صحة المواطن على قائمة أولوياتها، حيث تم إطلاق 5 مبادرات أثبتت نجاحها في أن تعالج وتكشف عن أخطر الأمراض التي تصيب نسبة كبيرة من المصريين، وأن تصل إلى المواطن في كل مكان من الأسكندرية إلى أسوان. لتستكمل هذه المبادرات الناجحة الآن بالحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي تهدف أن يصل اللقاح لكل مواطن على أرض مصر، وليكون بنهاية هذا العام تم تطعيم ما يزيد عن 50% من المواطنين. ميرنا عادل، إكسترا نيوز. ومشاهدينا الكرام، نشرة التاسعة مستمرة بعد فاصل قصير.
أهلا بحضراتكم من جديد. رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وحصولها على ثقة مجلس النواب في 20 من هذا الشهر كخطوتين أساسيتين نحو حل الأزمة في لبنان. جدد أعضاء المجلس في بيان لهم دعمهم القوي لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، وحث الحكومة الجديدة على التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة على النحو المذكور في الإعلان الوزاري المقدم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، وذلك بحصوله على 25.7% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على المحافظين بحسب نتائج رسمية أولية أعلنت اللجنة الانتخابية الفيدرالية. هذا وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المعسكر المحافظ حصل على 24.1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حل حزب الخضر ثالثا مع 14.8%، يليه الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 11.5% مع استمرار فرز الأصوات. تلقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بث على الهواء مباشرة خلال إلقائه كلمة بمؤتمر صحفي من داخل البيت الأبيض. قال بايدن بعد حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاح إن تطعيم المزيد من المواطنين وأمر أساسي لإنهاء جائحة كورونا. وفي يناير الماضي كان الرئيس الأمريكي قد تلقى جرعتين أوليين من لقاح مضاد لفيروس كورونا. يواصل البركان في جزيرة لابالما الإسبانية ثورانه، حيث تتواصل إطلاق الحمام البركانية بالتزامن مع استمرار إجلاء سكان مناطق القريبة. هذا وأصدرت سلطات الطوارئ تعليمات لسكان المنطقة على الشاطئ الشرقي لجزيرة لابالما، حيث حذرت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري من أن الحمم قد تصل المحيط الأطلسي خلال ساعات، ما سيتسبب على الأرجح في انفجارات وتصاعد سحب غازات سامة فوق الجزيرة. محليا هذه المرة، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيها. أكد المركز أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارات السكك الحديد تنقل مجانا دون فرض أي رسوم عليها، بينما تطبق الرسوم على الحمولات والطرود ذات الطابع التجاري والتي تحمل في أجولة أو عبوات ثقيلة الوزن داخل قطارات السكك الحديدية، وتحدد تلك الرسوم وفق الوزن ومسافة الرحلة مع وضعها في أماكن مخصصة لها بالقطارات، حرصا على سلامة الركاب وراحتهم. زار محافظ الإسماعيلية الشريف فهمي متحف آثار الإسماعيلية احتفالا باليوم العالمي للسياحة. أوضح المحافظ أن الإسماعيلية من المحافظات ذات الباع في مجال سياحة المهرجانات، كما أن قربها من المدن الكبرى والعاصمة جعلها مقصدا لسياحة اليوم الواحد، والتي تعد أحد أنواع السياحة المميزة للمحافظة. كما أشاد بمتحف آثار الإسماعيلية، والذي يعد من أقدم المتاحف الإقليمية بمصر. أنا بدعو المواطنين من الإسماعيلية ومن خارج الإسماعيلية من الجمهورية بالكامل إن هم ييجوا يشوفوا هذه الأماكن ويستمتعوا بيها عندنا في محافظة الإسماعيلية. على هامش هذا اليوم الحقيقة في بعض الأنشطة الإضافية ابتديناها الصبح بماراثون للشباب، وهيعقب افتتاحنا أو يعني زيارتنا وتفقدنا للمتحف ده تفقد معرض للمنتجات أو المشغولات الطرازية الموجودة في محافظة الإسماعيلية، سواء كان من السيدات الموجودين في الأنطرة شرق أو في منطقة التل وبصور وخلافه. هو معرض بيعملوا فيه المنتجات اليدوية والمشغولات اليدوية، وهم الحقيقة لهم أعمال مميزة جدا في هذا الموضوع.
إلى جولة مع أخبار الاقتصاد الآن. تعتزم وزارة التعاون الدولي ترتيب زيارات ميدانية مع السفارة الألمانية في القاهرة لأبرز المشروعات المنفذة بالتعاون بين الجانبين لعرض قصص النجاح ومدى مساهمة هذه المشروعات في تحسين جودة حياة المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية وموقف المشروعات المرتقب تنفيذها ضمن الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية في برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو. تعيد الدولة هيكل الدعم منتجات الطاقة للحفاظ على مرافق الكهرباء والمكتسبات التي تحققت بعد تطوير شبكات الإنتاج وتراعي خطة تسعير الفئات محدودة الدخل وتنشيط القطاع الصناعي. ختام النشر وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يتفقد محطة معالجة مياه مصر في بحر البقر الأضخم على مستوى العالم بعد افتتاحها. الرئيس السيسي يوجه بإنهاء التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر. رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي والذي يزور القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. هذه تحيات ندى رضا وتحياتي أحمد أبو زيد. بعد دقائق تلتقيكم ريهام السهلي بحلقة جديدة من المواجهة.